بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان الكلام في أن مجموعة من المنافقين أرادوا قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه ولكن الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن نجى الله أمير المؤمنين بيّن ذلك للمنافقين وهو في غزوة تبوك فأتوا أولئك المنافقون و هنأوا رسول الله صلى الله عليه وآله على نجاة أمير المؤمنين من ذأب النفاق هذا وبعد ذلك سألوا مسألة هل علي بن أبي طالب أفضل أم الملائكة؟ بينا نحن الجانب الكلامي في أفضلية البشر على الملائكة وأن المعتزلة قالوا بأفضلية الملائكة قاطبة على البشر ولكن ثبت في البحث السابق بالدليل العقلي والدليل النقلي إمكان علو البشر أعلى من الملائكة أمير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يبين ذلك بأن الملائكة إنما شرفوا لحبهم علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام بينا ايضا ان الانسان له كرامه ذاتيه وكرامه اكتسابيه والايات القرانيه تشير الى الكرامه الذاتيه وكذلك تشير الى الكرامه الاكتسابيه، الكرامه الذاتيه يعني علو الطينه هذه الطينه الله عز وجل جعل فيها العلو جعل فيها العلو الله عز وجل يقول كرمنا بني ادم وعلم ادم الاسماء كلها الاسماء كلها عند ادم هذا شيء تكويني كان من لطف الله عز وجل ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين عندما الله عز وجل نفخ في الجنين الروح هذا انشاه نشاه اخرى اصبح ذا روح هذا الجنين فهنا تبارك الله أحسن الخالقين هل المقصود بالروح أن النفس الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ليس المقصود بالروح النفس وإنما نفس الإنسان ودم الإنسان كرما لأجل الروح فإذا الروح غير النفس لو خرجت مات الإنسان الروح شيء أعلى من النفس الله ينسب الروح الى نفسه نفخت فيه من روحي. عندما ينفخ في ادم تلك الروح فعندها يكون ادم قبله للملائكه. لاحظوا الروايه في هذه الروايه امير الامام الباقر سلام الله عليه يقول ان الله لا يكرم روح الكافر ولكن يكرم ارواح المؤمنين وانما وإنما كرامة النفس والدم بالروح إذا هذا الروح هي الروح التي تتعقل اللي نسميها بالعاقل أو شيء أعلى من العاقل اللي يشمل عقل الإنسان أيضا العقل هو الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان نفس الروح أو غيرها هذا في البحث ما نريد نتطرق له الا ان امير المؤمنين سلام الله عليه يشير الى هذه الكرامه الذاتيه للانسان شنو الكرامه الذاتيه؟ ليس على وجه الارض اكرم على الله سبحانه من النفس المطيعه لامره اذا كرامه ذاتيه موجوده بس هذه الكرامه الذاتيه لا تكفي في ان يرتفع الانسان بل قد يهبط دون مستوى البهائم كما هو واضح وبينا بعض الايات سابقا النفس المطيعه، اذا الكرامه الذاتيه ما تكفي، نحتاج الى كرامه اكتسابيه. شنو الكرامه الاكتسابيه؟ رسول الله صلى الله عليه واله يبين. يقول المؤمنون لاجل تلك الكرامه الاكتسابيه يرتفعون الى اعلى من الملك الملائكه. يرتفع فيكون اعلى من الملائكه لاجل تلك الكرامه الاكتسابيه. وبسوء اختياره ان اختار الشهوات فيهبط ويهبط ويهبط الى ان يكون دون الحيوان، ليش؟ لان الحيوان ما عنده عقل. فلو اعطى زمام امره لشهواته وهذا طبيعته، لان الحيوان ركب بالشهوات كما في روايه امير المؤمنين. والملائكه ركب عليه ركب الله عليهم العقل فقط، والانسان هو موطن اجتماع الامرين. فلذلك لو قوى جانب عقله مع ان شهواته تسوقه الى الدنيا فهو في حالة صراع دائم فإن غلب عقله شهوته ارتفع إلى فوق الملائكة، وشيء طبيعي يعني قضية بينة وهنا رسول الله صلى الله عليه واله يشير إلى هذه القضية <applause> الإمام الباقر سلام الله عليه يقول في الرواية المعروفة الجنة محفوفة بالمكاره، لماذا؟ لأن هناك علاقة عكسية بين الدنيا والآخرة علاقة عكسية الراحة هنا صعوبة هناك والصعوبة هنا راحة هناك في الرواية أن في مضمون هذه الرواية أنه حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة لذلك السيد العام المرجع حفظه الله في فترة من الفترات أنا شفته أنه ما يتكي على الوسادة ما يترك يعني اذا وساده اكو اما ان يتقدم او يزيح الوساده فانا في مره من المرات كنت جالس في المجلس في مجلس العزاء فازحت الوساده الوساده كانت تؤلمني يعني الوساده ما كانت مريحه مو بقصد فقال لي السيد انا كنت يعني انت ايضا تزيح الوساده قلت له شلون قال انا سابقا كنت ازيح بس الان ما اقدر يعني ظهري يؤلمني فبين ذلك قال انا أربعين سنه ما اتكيت على وساده أربعين سنه ما متكي على وسادة. بالفعل انا كنت شايفه يعني كنت استغرب انه ليش يزيح الوساده او يتقدم شويه ما يتكي أربعين سنه اذا واحد حقيقه هذا الامر لذة بدنيه اذا واحد يتكئ على وساده لطيفه هاي لذه بدنيه ولكن لا أنا لو أقدر أحارب نفسي في هذه اللذات اللي هي محللة، وطبعا تقوى في ملكة والتقوى المحاربة مع اللذات المحرمة. هاي درجة مرتفعة. إذا واحد جلس شوفوا حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، هل مقدار الحلاوة أيضا تشمل؟ يعني إذا في سفرة مرة السيد المرجع حفظه الله بين لي قال البعض هكذا كانوا ما قال انا او غيري بس قال البعض هكذا كان انه اذا على مائده الطعام في طعام محبب اليه وفي طعام ما يحبه يترك المحبب وياكل اللي ما يحبه ليش؟ محاربه النفس حتى في الامور الجائزه حلاوه الدنيا مراره الاخره وهالمقدار المقدار البسيط البسيط طبعا بعض الأحيان بدل الإنسان يحتاج إلى الراحة بعض الاحيان يجب ذلك، هذا امر يختلف، بعض الاحيان يحتاج الى طعام جيد لان يقوي الانسان بدنه على العباده، على الواجبات، على غير الواجبات. فهذا امر يختلف عن نطاق البحث، ولكن هذه العلاقه العكسيه بين الدنيا والاخره. شويه واحد يشوف العلاقه العكسيه بين المفاهيم الدنيويه والاخرويه في تعبير المنامات. اذا واحد في النوم مثلا شاف حيه يقول المفسرون وقبل المفسرين في روايات المعصومين انها رزق الحيه رزق الحيه في الدنيا بلاء عذاب كذا البكاء في الرؤيا فرح في الدنيا في عالم الحقيقه هناك علاقه عكسيه في كثير من القضايا كذلك بين الاخره والدنيا لذلك ورد في هذا هذه الروايه انه الجنه محفوفه بالمكاره والصابر محفوفه انت ما تقدر تدخل الجنه الا ان تمر بمكاره كثيره وتصبر على تلك المكاره فمن صبر على مكاره الدنيا دخل الجنه وجهنم محفوفه باللذات والشهوات فمن اعطى نفسه لذاتها وشهواتها دخل النار لذاتها يعني جميع اللذات لنا لذات محلله شهوات محلله الله عز وجل سنها وذاك ايضا قد يكون من العباده ان نوى القربه الانسان فيها وان لا يقع في الحرام. هناك امر اخر ولكن هذا طبيعه الدنيا. في روايه اخرى في اهميه الصبر، الامام الصادق عليه افضل الصلاه وازكى السلام يقول: نحن صبر وشيعتنا اصبر منا. قيل له يا ابن رسول الله يعني كيف شيعتكم اصبر منكم؟ قالوا لاننا صبرنا على علم وهم يصبرون على ما لا يعلمون. صبرنا على علم جننوا العلم كله عندهم وهم يصبرون على ما لا يعلمون يعني يدل على قوة عقيدتهم ورضاهم وتسليم التسليم المطلق لأمرنا يسلمون خلاص يتوفقون مع كثرة المشاكل التي تحيط بهم لأنه الإنسان لو يكون مؤمن فتأتي إليه السهام سهام إبليس سهام الأعداء سهام المنافقين، سهام الدهر هي الدنيا تحارب المؤمن نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي لذلك امير المؤمنين سلام الله عليه طلق الدنيا، طبعا الدنيا هي قنطره الاخره، الدنيا مزرعه الاخره كل هذه موجوده ولكن التاكيد الغريب لاحظوا السيد الوالد رحمه الله ذات مره كان يقول ليش التاكيد الغريب في الروايات على الزهد وعلى الاعراض عن الدنيا؟ مع أن الدنيا الله في ايه اخرى يقول: من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا. هذه للذين امنوا الرزق، ولكن هناك مئات الروايات والايات والادله على ضروره الصابر. وعلى ضرورة الإبتعاد عن الدنيا لأن نفس الإنسان تسحب الإنسان للشهوات تسحب الإنسان للدنيا فإذا واحد يقول إيه الدنيا لك يضيع ما يقدر يسيطر على نفسه فهنا يحصل التوازن شنو التوازن؟ التوازن عند الإنسان الروايات تقول ابتعد عن الدنيا طبعا محللات الدنيا للإنسان زينة الدنيا للإنسان الله عز وجل خلقه هذه الملذات للإنسان الملذات المحللة ولكن مع ذلك هناك الروايات التي تقول ابتعد عن هذه الملذات لأن نفسك طبيعيا تسوقك للملذات شو اللي يبعدك عن الملذات وإذا واحد انساق للملذات راح يضيع يعني يضيع نفسه درجات الإنسان في خطوات يعني مو من اليوم من الأول المجرم أصبح مجرما يقتل الملايين لا هو ظلم شخصا ظلم شخصين ثلاثة أربعة فما يهمه بعد مثل بعض القضاة اللي في اليوم الأول يمكن ما كان يمضي الإعدام أبدا إلا بعد جهد جهيد وفترة طويلة من التحقيق كذا وبعدين بالعشرات خلال ثانية واحدة يمضي إعدام عشرات ليش؟ لأن الدنيا تصحى والإنسان خطوة فخطوة إذا ليس على وجه الأرض أكرم على الله سبحانه من النفس المطيعة المطيعة لأمره سر سقوط الانسان الى اسفل السافلين هي هذه النقطه السلوك الاختياري فالتكريم تكريم ذاتي والتكريم لاجل العمل الاكتسابي اذا رفع من شانه في الايه المباركه بالنسبه للعمل الصالح ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين هذا الإيمان واتى المال بعد الايمان اتى المال لان الانسان متعلق بالمال ما يقدر يبذل ابد ما يقدر يبذل متعلق فواحد كان يقول انت لو تريد تعطي ربع لفقير تفكر انه اعطي ما اعطي كذا عندما تطلب من الله عز وجل تطلب ملايين عندما تعطي تعطي ربع باحتياط وتطلب الملايين هاي شلون معادله لطيفه نعم لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة ولا تمسكها في الوسطية واحد لازم يراعي طبعا واحد لازم يطلب من الله كل شيء طبعا هناك رواية لطيفة أنه امرأة كانت في زمنه أحد الأنبياء أنبياء بني إسرائيل يمكن النبي داود على نبينا وآله عليه السلام الله عز وجل خاطب النبي اذهب إلى تلك المرأة وقل لها إنها في درجتك في الجنة قرينتك في الجنة فذهب النبي إليها دق عليها الباب فتحت الباب استغربت النبي جاي عندها قالت هل نزل في آية يعني شيء غريب أنه تشعج تجي على باب بيتي قال نعم يا مستغربة قالت شنو الآية قال أنه الله أخبرني أن أخبرك أنك قرينة لي في الجنة أنك قرينة لي في الجنة فهي استغربت وهل تصدق؟ قضية يعني مجاملة أو حقيقة هي هي مو ملتفتة إلى أن الأنبياء لا يجاملون. فلا يجاملون يعني الكذبان ولا الاحترامات هذه يعني مو من مجاملة الكذب هو من المحبذة في الإسلام. في الدين يعني في الشريعة في أي شريعة كانت. فقال لها لا هذا الواقع قالت أنا كل ما أشوف نفسي ما عندي فد عمل خاص ما عندي فد موقف خاص اللي الله أكرمني على أن أكون قرينة نبيه في الجنة قال فكر شوية شوفي شنو شوية فكرت بعدين قالت أنه أنا ما ينزل بي من المكاره أصبر ولا أطلب الله كما في هذه الرواية أن يفرج عني أقول شوكت ما الله شاف المناسب أن أكون في المكاره خلاص أنا راضي وأن الله عز وجل رفع عني تلك المكاره فأنا راض أيضا طبعا هناك روايات عديدة أنه واحد يطلب من الله عز وجل يستسلم لأمره ويطلب منه الفرج هذا لا شك في ذلك ولكن هنا قوة الاستسلام والتسليم لأمر الله عز وجل ما دام الله كتب لي المرض وفي رواية موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو في قضية أبي ذر أنه أبو ذر قال أنا أصبحت يمكن أبو ذر كان والمرض خير لي من العافية والفقر خير لي من الغنى، رسول الله صلى الله عليه واله قال أما أنا فأصبح فإن كتب الله لي المرض فالمرض خير وإن كتب لي الغنى العافية فالعافية خير، إن كتب لي الفقر فالفقر خير وإن كتب فأجوع يوما وأسأل الله وأشبع يوما وأشكر الله هذه الحالة واحد لازم يقوي، هذا حالة التسليم في الواقع لاحظوا الكتاب ثم اخرج من صلب ادم ذريته النبي صلى الله عليه واله يقول هؤلاء المنافقين الذين اتوا اليه وسالوه عن ان امير المؤمنين افضل ام الملائكه. ثم اخرج من صلب ادم ذريته منهم الانبياء والرسل والخيار من عباد الله افضلهم محمد. الله على وعال محمد. وعال محمد. ثم ال محمد. على محمد محمد والخيار الفاضلون منهم اصحاب محمد. الله على محمد. وعرف الملائكة بذلك انهم افضل من الملائكة. الله قال للملائكة ان هؤلاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته وخيار أمته والأنبياء والرسل أفضل منكم إذ احت شنو العلة؟ العلة هنا المكاره تأتيهم فيصبرون صعوبات الحياة لا تجعلهم يخرجون تشوف فد واحد يقول خرجت عن طوري ما تحملت لا 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 يتحملون كل المكاره أنهم أفضل من الملائكة إذا احتملوا ما حملوه اللي حملوه يعني ورد عليهم حمل ثقيل احتملوه وشنو اللي كان من ما حملوه من الأثقال وقاسوا ما هم قاسوا يعني اشتد عليهم كابدوا وقاسوا ما هم فيه بعرض يعرض من أعوان الشياطين ون الشياطين في الدنيا اعراض تصدر منهم هذول يكابدون تلك الاعراض هذه الشدائد يتحملونها ومجاهده النفوس واحتمال اذى ثقل العيال فالواحد تشوفه عنده عيال ما يقدر ينفق عليهم صعب يمكن لو يروح على ابواب السلاطين يبذلوا الملايين يتحمل ول واحد من اصدقائنا كان في بحث الكفايه يحضر معنا ذات مره قال لي ان اعطي لي 50 مليون ما ابيعدني بس لو طوله 500 مليون ما ادري بال 50 مليون قطعا ما ابيعدني بس بال 500 مليون شاك فانا قلت له على هذا المقياس لو طولك طولك 5 مليارات فقطعا تبيع حقيقة يعني شوف يمكن بعض الأحيان صعوبة العيش تضغط على الإنسان تضغط على الإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة الانفجار يقول يا رب عدو هذا أنا مضطر أبيع ديني البعض يتهمون عقيل ابن أبي طالب بأنه فر إلى معاوية وفي بعض الروايات موجود أن عليا فر إلى معاوية وهذا غلط السيد الوالد رحمه الله كان عنده تحليل طبعا هذا التحليل منشا الروايات ان عقيلا ارسله امير المؤمنين ليكون عينا على معاويه لذلك في روايه الرواية مذكورة أظنها في الكافي أنه استأذن في الرواية استأذن أمير المؤمنين أن يذهب إلى معاوية فأذن له أمير المؤمنين قال أنت في حل أطلع إيه ولكن لذلك اول ما دخل على معاويه عقيل، لاحظوا الروايات. اول ما دخل على معاويه فمنو كان عند معاويه؟ عمرو بن العاص. قال هذا ابوه كان كذا. عمرو بن العاص وزير معاويه بين فضيحه ابيه. بعد ذلك كان عند معاويه ابو موسى الاشعري. ايضا قال هذه امه كذا. فبين فضيحه لامه. معاويه شاف يعني من على يمينه وعلى شماله قال انا شنو؟ كانما هو هم كان يريد يسمع قال انت فلانه من جداتك تكفيك فمعاويه استغرب بعدين طبعا هو قال له قال المعاويه انه اتكلم صراحه ام اجامل؟ قال لا اتكلم صراحه يعني كان يريد يظهر نفسه انه بالفعل عنده سعه صدر مثلا طبعا اول ما دخل على معاويه عقيل رحمه الله اول ما دخل على معاويه قال لمعاويه معاويه قال ما الذي اتيت به من شنو اللي شفته في الطريق؟ قال رايت جيش امير المؤمنين بين عابد بين مصلٍ وصائم ومتهجد وقارئ للقران ينقصهم رسول الله صلى الله عليه واله، هذا نفس جيش رسول الله ودخلت الى جيشك ورايت المنافقين كلهم مجتمعين ينقصهم ابو سفيان فمعاويه قال فضحتنا في هذا الكلام، قال انت قلت تبين الحق عقيل ذهب هناك وكان عينا لامير المؤمنين وفي روايات كثيره مدحه هذا الكلام الشاهد انه مثل عقيل حقيقه كان يتحمل صعوبات الدنيا امير المؤمنين هو كان يتحمل صعوبات الدنيا لاحظوا الروايه واحتمال اذى ثقل العيال عقيل كان عنده اولاد طبعا هذه ايضا قد تكون قضيه يعني ان عقيل اتى الى امير المؤمنين سلام الله عليه وطلب منه المال انه عيالي كذا اطفالي كذا شعث غبر ما ماكلين فتره طويله فنهره امير المؤمنين على ما في نهج البلاغه ويمكن هذه كانت تصل هذه الاخبار الى معاويه فيطمئن انه مثل عقيل لمن يجي كما في تحليل السيد الوالد رحمه الله عندما يجي يطمئن إليه فيقدر عقيل ان يجمع ما ينفع به امير المؤمنين سلام الله عليه. وسلم. ومجاهدة النفوس واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد في طلب الحلال ومعاناة مخاطرة الخوف من الأعداء من لصوص مخوفين أكو هناك يعني واحد يطلب الحلال لأهله صعب يروح ويجي ما يروح على باب السلطان يروح في طلب الحلال ومعاناة مخاطرة الخوف من الأعداء لمن يطلع في طلب الحلال الأعداء قد يتربصون به فهو خائف مع ذلك يتحمل يصبر على هذه المكاره من لصوص مخوفين ومن سلاطين جور قاهرين وصعوبة في المسالك الطرق كانت طرق صعبة في المضائق هذه الطرق في المضائق المضيق يعني المكان الضيق بين نهرين او بين بحرين والى الان يسمى هالاماكن مضيق يعني منطقه بين بحرين رافد بين بحرين نهر ضيق بين بحرين يسمى بالمضيق والمخاوف مناطق مخيفه عن مطلب الرزق الحلال لأهله يروح في المناطق المخيفة المسالك المخيفة والأجراء يعني الأراضي الرملية المرتفعة والجبال والتلاع التلاع يعني مرتفعة وانخفضة من الأرض يعني الأماكن الصحراوية الصعبة يروح لكسب الرزق الحلال وقد يموتهم وهذا بعد هذول الشيعة اللي حاربوا نفوسهم وحاربوا نفوسهم الأمارة وحاربوا شهواتهم وملذات الدنيا طبعا يرتفعون أكثر من الملائكة لتحصيل أقوات الأنفس والعيال من الطيب الحلال فعرفهم الله عز وجل عرف الملائكة أن خيار المؤمنين يحتملون هذه البلايا ويتخلصون منها يتخلصون يعني ينجون منها كيف ينجو؟ بالصبر بالتحمل ما يوقع في شبكة الشيطان ويحاربون الشيطان ويهزمونهم ويجاهدون انفسهم بدفعها عن شهواتها ويغلبونها يعني يغلبون تلك الشهوات في المصارعه بين النفس الاماره والنفس اللوامه تشوف النفس اللوامه تغلب النفس الاماره ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوات الفحوله عندهم حب النساء هذا فحل يريد المراه ولكن عبر الشهوة المحرمة لا ركب الله عز وجل ركب فيهم من شهوات الفحولة وحب اللباس والطعام والعز من اللي, اللي يريد سيارة ضد الرصاص وما ادري موكب يمشي خلفه 500 واحد عزة وطائرة اختصاصية واموال وفنادق في العالم من اللي ما يحب اذا البدن نفسه طبعا يحب هذا البدن هذا الشيء فيترك أتوا إلى أحد العلماء وقالوا له أنه في زمن الشيخ الأنصاري عرضوا عليه المرجعية العليا بعد وفاة صاحب الجواهر المرجعية العليا صحيح مسؤولية ولكن عند الناس قضية مهمة يعني واحد يزداد شأنه وصيته وتقوى كلمته بكلمة واحدة يمكن المرجعية العليا تجيش لها عشرات الالاف بكلمه واحده هذه قوه المرجعيه فطرحوا عليه المرجعيه العليا قال في الواقع انا في فتره من الفترات يمكن كنت اعلم من الشيخ الانصاري بس انا تركت الدرس الان مش مشغول بالقضايا الاجتماعيه الشيخ الانصاري هو الاعلم فاتبعوه فذهبوا الى الشيخ حسب ما مذكور في هذه القضيه وحب اللباس والطعام والعز والرياسه والفخر والخيلاء التكبر العجب الخيلاء يعني التكبر العجب طبيعة الإنسان التكبر العجب ومقاساة العناء مقاسات يعني مكابدة العناء يعني يعالجه عناء عنده والبلاء من إبليس وعفاريته وخواطرهم يعني ما يخطر بالقلب ويتحرك فيه من رأي الخواطر وإغوائهم واستهوائهم ودفع ما يكابدونه من أليم الصبر عليم يعني الصابر بألم يدفعون كل تلك الإغراءات والشهوات ونداءات إبليس بالصابر ودفع ما يكابدونه من أليم الصبر على سماعهم الطعن من أعداء الله يتهجمون عليهم أعداء الله وسماع الملاهي يعني ما يلهي الإنسان عن الله عز وجل مضطر بعض الأحيان شنو يسوي راكب في باص مصعد الاغنيه يروح ينهى ما ينتهي فيصبر وهو يشوفه ياكل بنفسه انه ليش انا مضطر كثير من الاحيان والشتم لاولياء الله ودفع ما يقاسونه يعني يكابدونه في اسفارهم لطلب اقواتهم والهرب من اعداء دينهم او الطلب لمن يعملون معاملته من مخالفيهم في دينهم هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين